فضيلة الدكتور، الواقع في رسالته أستشفه سؤالا آخر، وهو أن هذه الأجهزة وخاصة أجهزة الكمبيوتر استغلت أو استخدمت بحمد الله في الآونة الأخيرة لبرمجة القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما التوجيه أيضا في هذه الجزئية؟ إذا كان هذا الذي ذكرته صحيحا من واقع هذه الأفلام، هذه البرامج وهذه الكمبيوترات، وأنها استغلت للخير، فهذا شيء طيب ونوجه إليه. ولكن أنا في نفسي شيء من تسجيل القرآن في هذه الأشياء وإعطائه للأطفال، أو تسجيل الأحاديث النبوية وإعطائها للأطفال خشية أن يمتهنوها. أما إذا كان استعمالها بأيد أمينة وأيد تصونها عن العبث وعن الامتهان والأطفال يستفيدون منها، فهذا شيء طيب وأحسن من مجرد اللعب الذي لا فائدة فيه. نعم.